السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه، شكرا لكم بزاف. المهم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم وصفه اللي طلبات لي واحد المتتبعه ديالي. قالت لي في لي كومونتير، قالت لي عافاك بغيت شي وصفه اللي كتحيد القشره ديال الشعر. المهم اختي، ما طلبتي غير الموجود. اليوم ما شاء الله غادي نعطيك واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، وانا كنت كنديرها مجرباها، واحد الوصفه اللي اكثر من رائعه. كتحيد لك القشره ديال الشعر، كتعالج لك الفروه ديال راسك من الحبه ومن القشره، كتقوي الشعر، كتمنع لك التساقط، كتقوي لك شعرك وكتطول الشعر. هذه الوصفه هذه بجوج ديال المكونات وزوينه بزاف بزاف، وسهله في يعني في التحضير ديالها، ولكن النتيجه ديالها زوينه بزاف البنات. انا مجرباها، كنت كنديرها قبل ما نتزوج، ملي كانت كتكون فيها القشره ولا الحبكه في الشعر ولا سميتو، كندير هذه الوصفه هذه زوينه بزاف، واكتشفتها كتقوي الشعر كطوله وكتعالج الفروه ديال الراس كما قلت لكم، من الحبكه ومن القشره ومن كل شيء. انا صايبتها ها هي، شفتوا لحقاش خاصها تبقى، وباش ها انتم خاصها تبقى باش كتدفى لينا انتم. شوف انا صايبتها، غادي ندخل دابا غادي نديرها انتم. شوف يعني صايبتها ما يمكنش ليها تضيع، ضروري خصني نديرها. وانا مره كندير هذه الوصفه هذه باش الفروه ديال راسي الا كانت فيها شي مشكل ولا اي حاجه كتعالجها ليا هذه الوصفه هذه انتم. انا كما قلت لكم ها هي في الكاسرونه، ولكن راه صفيتها باش نوريها لكم انتم البنات. بناتي حلوا عليا بناتي الباب، فداكشي علاش ما كملتش معكم. هنايا هذا المحلول ها هو صفيتو لكم، هذه الوصفه اللي زوينه بزاف ها هو صفيتو باش نوريه لكم. صفيتو هنا في الكاس باش تشوفوا، اما انا راه كناخذ بحال ما كيكون باقي في الكاسرونه وكنصفيه في الصيله ولا شي طاسه اللي غادي ندخلها معايا للدوش. المهم انا غنقول لكم بسم الله على بركه الله. بالنسبه لهذه الوصفه اللي زوينه بزاف كما قلت لكم، كتحيد القشره، كطول الشعر، وكتعالج لينا الفروه ديال الراس، وكتقوي الشعر بواحد الطريقه زوينه بزاف، وكتحيد القشره، ما كتبقاش عندك القشره في شعرك بصفه نهائيه. وعلاش جربتي؟ لحقاش انا كنت كندير هذه الوصفه هذه. المهم اول مكون غادي نحتاجو عندنا جوج ديال العشبات، جوج ديال المكونات اللي هما معروفين زوينين بزاف للشعر. هانتوما البنات، عندي هنايا اليازير، عندي اليازير اولا اكليل الجبل. انا راه كنجيبو من العروبيه وكنشدو كنيبسو حتى كينشف، كنخليه فشي بلاطو ولا فشي سنيه حتى كينشف، وكنديرو فشي قرايه ما كيخطانيش، راه زوين هو بزاف كما كتعرفوا. اليازير اكليل الجبل، هاد واحد سميتو حجيره بحال هكا، ماشي حجيره غير هذيك ديالو ديال سميتها. غادي ناخد بحال هكا القياس، يعني واحد بحال هكا حفنه بحال هكا، يعني القياس صافي بحال هكا. شوفو تقريبا واحد جوج معالق كبار اللي كندير بحال هكا ياك. وغادي نحتاج الزعتر، الزعتر البنات زوين بزاف بزاف بزاف، حتى هو اكليل الجبل هو اليازير، زوين بزاف في علاج الفروه ديال الراس، لا سواء القشره ولا اللي كيطيح لها شعرها، ولا حتى اللي ما كيطواش لها شعرها كيعكز ليها بحال شعري انسان كيعكز ليها كيطواش ليا بالزربه. ولكن ملي كندير هاد الوصفات الحمد لله كيولي شعري كيطوال وما كتبقاش فيه القشره، وكتعالج ليا الفروه ديال الراس، وشعري كيقوم وما كيبقاش يطيح. المهم هاد الوصفه هادي يعني كتعالج لك شعرك من جميع المشاكل. غادي ناخذ بحال ما هكا واحد الحفينه تقريبا، حتى جوج معالق ديال الزعتر بحال هكا صافي. ودابا غادي نجيب الماء، يعني الطريقه ساهله ما كاينش مسهل منها. غادي نجيب الماء، بغيتو ديروا الماء طيب وتخليوه يغلي، بغيتو ديروا الماء بارد، انا غادي ندير دابا غير الماء بارد وغتشوفوا معايا الطريقه. صافي هنايا البنات كما شفتوا درت جوج معالق كبار ديال الزعتر وجوج معالق ديال اليازير اللي هو اكليل الجبل. غادي نزيد عليهم دابا غير الماء بارد. انا بعض المرات كنطيب الماء كنخليه حتى كيطيب، وعاد كنخويه عليهم وكنخليهم يزيدوا يغلاو شي شويه فوق البوطه بحال هكا هانتوما. غادي نخلط بحال هكا باش داك اليازير وداك الزعتر كيهبطوا لتحت بحال ما هكايا صافي. غادي نديه دابا فوق البوطه، انا تقريبا خويت عليه واحد يعني ايطرو ما كاملش، ايطرو ما كاملش ديال الماء، بحال ايطرو لا روب ديال الماء اللي كتخوي على هذا القياس هذا. الا درتي معلقه وحده، معلقه ديال اليازير كبيره ومعلقه ديال الزعتر، كدير واحد السيترو ديال الماء ياك. انا غنزيد واحد شويه صافي
المهم الماء راه عينك ميزانك. غادي نديه دابا فوق البوطه، نديهم فوق البوطه ونخليهم حتى غادي يغلاو ليا واحد تقريبا. المهم ملي كيسخن الماء وكيغلى كنخليهم كيطبخوا واحد 5 دقائق صافي، وغادي نطفي عليهم. ما تخليهمش يطبخوا اكثر، ما تخليهمش يطبخوا اكثر من القياس، لحقاش الزعتر ما كيبغيش يطبخ بزاف في الماء. مازال يزير ماشي مشكل، خاصنا نخليهم يطبخوا غير القياس. ملي كتشوفوا الماء سخن كتخليهم كيطبخوا كتحسبوا ليهم واحد 5 دقائق صافي، وكتطفي عليهم البوطه وكتغطيهم بالغطاء ديال الكاسرونه. المهم هانتوما غتشوفوا معايا كلشي ان شاء الله. المهم البنات انا بغيت نزيد مع هاد الزعتر واليزير، بغيت نزيد معاهم القرنفل، لحقاش غادي نديرهم لشعري اليوم. غادي نقول لكم الطريقه باش غادي نديرهم، وغدا ان شاء الله غادي ندوش. فداك الشيء علاش بغيت ندير معاهم القرنفل، لحقاش القرنفل ما خصوش يبقى في الشعر مده طويله، يعني اكثر من 24 ساعه. انا حيت كما قلت لكم غادي ندير هاد الوصفه هذه لشعري، وغدا ان شاء الله غادي نعوم غادي ندوش غنغسل شعري. فداك الشيء علاش غادي ندير القرنفل، غادي ندير هاد المعالق ديال القرنفل. القرنفل كما كتعرفوا كيقوي الشعر حتى هو، كيحيد لينا يعني كيمنع التساقط، كيطول الشعر. كما كتعرفوا القرنفل راه مفيد بزاف للشعر. صافي غادي ندير هاد شويه ديال القرنفل. هنا عندي واحد المعلقه صغيره مع مرش ديال القرنفل، غادي نديرها مع هاد العشوب. ياك نتوما الا بغيتو ديروا، انا غادي نقول لكم الطريقه ديال الوصفه اللي غديروا نتوما والطريقه اللي كندير انا دائما، ولكن اليوم غادي ندير يعني هاد الطريقه كدار في الحمام. كدار في الحمام، بغيتو ديروها غير في قرعه. ومهم انا غنشرح لكم الطريقه كلها. غندير دابا هاد الشيء هذا يطبخ فوق البوطه، وعاد غادي نوريكم الطريقه. صافي هنايا ملي كتسخن الكاسرونه مزيان كنخليها كتغلي واحد 5 دقائق، يعني كطبخ داكشي كيطبخ 5 دقائق ما كتفوتوهاش، وكطفيو البوطه. بالنسبه لبنات القرنفل انا راه غير زدت هذاك شويه ديال القرنفل كما شفتوا معايا، اما الوصفه راه فيها غير اليزير والزعتر. صافي غير اليزير والزعتر راه كافين، كيعطيونا واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. صافي دابا غادي نحسب 5 دقائق وغادي نطفي البوطه على الكاسرونه، وعاد غادي نغطيها. صافي دابا طفيت البوطه، ولكن من الاحسن ملي تكون كتغلي الكاسرونه غطيوها بالغطاء باش داك الفوائد ديال الزعتر واليزير كيبقاو لينا في ديك الميه. صافي هنايا البنات عرفتوا تبارك الله طالعه واحد الريحه ديال الزعتر واليزير غزاله كتحمق. هنايا خليت هاد العشوب حتى طلقوا ليا في الماء كما شفتوا حتى غلاو، وغطيت عليهم وخليتهم حتى بردوا، يعني حتى ولاو دافين ما تخليهمش حتى يبردوا بزاف، يعني يولي القياس اللي غتخوي على شعرك. صافي وكتصفيه، تاخدي شي طويسه اللي كتدخليها معاك للدوش اولا شي سطيله، وكتصفي فيها هاد اليزير والزعتر. وكما شفتوا انا استمع القرنفل، نتوما غادي ديروا غير اليزير والزعتر. انا علاش درت القرنفل، الا بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش نتوما حرين. المهم الوصفه المكونات اللي فيها المهمين وهو الزعتر واليزير. الا بغيتو ديروا شويه القرنفل كنتو غادي تغسلوا شعركم بحال دابا، غادي تخويو على شعركم وتغسلوه لغدلين، ديروا القرنفل. الا دخلتو دوشو وخويتو التشليله الاخر خويتو هذا المحلول هذا، ما ديروا لا قرنفل لا والو، لحقاش يبقى لكم في شعركم واحد 3 ايام بحال هكاك 3 ايام اولا 4 ايام. المهم دابا غادي نمشي للدريات باش غادي نقول لكم الطريقه ديال استعمال ديال هذا المحلول هذا كيفاش كندير ليه انايا دوش. المهم انا غنقول لكم الطريقه ديال الاستعمال اللي كندير انايا. كناخذ بحال ما هكايا هاد الوصفه، كنديرها فشي سطيله كما قلت لكم، سطيله ولا اي حاجه، ماشي سطيل ولا طويسه اللي بغيتو. المهم داكشي اللي كتدخلو معاكم الحمام، ياك كدوشي ليا وكتسالي وكتغسلي شعرك وكتشليه ليا بهاد المحلول هذا. التشليله الاخره كتهبطي راسك بحال ما هكا وكتشليه مزيان، كتبداي تخوي بشويه بشويه، وانتي كديري بحال ما هكا بحال كتماصي في شعرك باش كيدخل لك في الجلده ديال شعرك وفي كلشي. كتشلي بيه التشليله الاخره كما قلت لك، وكتخليه في شعرك، كتشدي شعرك بشي مقيمات، ما كتمسحيش شعرك ما والو، كتخليه كينشف بوحدو. بغيتي تنشفيه غير شويه بحال هكا، الا كان شعرك مثلا طويل وقوي بغيتي تنشفيه غير شويه بالفوطه صافي، وتخليه باش كينشف فيه المحلول هذا، كينشف لينا في الشعر وكيعالج لينا الفروه ديال الراس. الفروه ديال الراس البنات راه كيعالجها بواحد الطريقه ما نقولش لكم، راه كيحيد القشره كما كتعرفوا اليزير والزعتر زوينين بزاف، كيحيدو لنا القشره من الشعر، كيحيدو لنا الحكه، كيعالجو لنا الفروه ديال الراس. وكنتمنى ان شاء الله البنت اللي طلبات ليا في الكومونتير اللي طلبات ليا هذه الوصفه هذه تشوف الفيديو، تشوف هذه الوصفه اللي اكثر من رائعه. بالنسبه شحال خصك ديريها من مره في الاسبوع؟ كديريها ليا 3 مرات في الاسبوع، كتدخلي اختي
كدوشي وتغسلي شعرك وكتشلي تشليله الاخرى بهذا المحلول ثلاثه مرات في الاسبوع. بغيتي ديريه حتى يوميا ما كاين حتى مشكل، يوميا من الاحسن درتي ليه يوميا. كانت عندك مثلا القشره بزاف والفروه ديال راسك مهلوكه وفيها الحكه ولا سميتو، كديري ليا يوميا. اذا ما بغيتيش تدخلي الدوشي كتاخدي شي بخاخ، شي قريعه، انا نجيب لكم واحد القرعه باش نوريكم يعني الا ما كنتش باغي ندوش كيفاش كنستعمل. بحال هكا هاد القراعي ديال المورد هادو ملي كيخواو ليا، نتوما اي قراعه عندكم فيها رشاشه بحال ما هكايا كترش بحال هكا. غادي نرش شويه المورد على وجهي، الله بارد خرجت من الثلاجه على نسيناتو. كما قلت لكم اي قراعه بحال ما هكايا كتكون فيها رشاشه خزنوها، احتفظوا بها ملي تبغيو بحال هاد الوصفات كتلقاهم موجودين. المهم ملي كتخوى ليا بحال هكا قرعه ديال المورد كندير فيها هاد المحلول هذا، كندير فيها هاد الوصفه هادي، كنعمر القرعه وكنبقى بحال ما هكا كنعمرها بهذا المحلول ديال يازير والزعتر، وكنبقى نحل شعري بحال ما هكا، وانا كنرش وانا كنرش وانا كنرش وانا كنحل شعري وانا كنرش وانا كنرش حتى كنعمر شعري كامل، كنعمر شعري كامل صافي. وكنبقى كنماسي كندير بحال ما هكايا. بطبيعه الحال كنكون لابسه شي حاجه اللي يعني شي بيجامه قديمه باش كندير الوصفات، ولا شي حاجه اللي تكون ما عندي بها غرض باش واخا يطيح على داك المحلول ماشي مشكل صافي. ومع دابا الصيف راه يعني الوصفات كيجيونا ساهلين، ما كنبقاوش نقولوا راه البرد علينا ولا سميتو، كيجيونا الوصفات ساهلين صافي. كما قلت لكم كنبقى بحال ما كنماصي وانا كنرش بالمحلول ديال الزعتر والياسمين شتو، كنرش وانا كنحل في شعري وكنرش وكندير في الماساج، كندير بحال ما هكا ماساج. منها كتساعد الفروه ديال راسك باش كتدخل ليها هذه الوصفه هذه، ومنها كديري ماساج لشعرك بحال ما هكا صافي، وكتشدي شعرك بشي مقيبط وكتخليه ما كتمسحيش شعرك. كديري في الصباح كترشي على شعرك وكتعاودي ثاني في العشيه ترشي ثاني على شعرك، بغيتي ديري غير مره في النهار. المهم قد ما درتي هذه الوصفه هذه قد ما غتعطيك واحد النتيجه اللي هي زوينه، غتعالج داك الشعر ديالك من القشره، ما غتبقاش عندك القشره بصفه نهائيه، وغترجعي وغتكتبي لي في الكومونتير وغتقولي لي الله يرحم لك الوالدين. شوفوا الخميه ديال الكوزينه مع كاين البرد كتجي حتى لعندي حتى لهنايا. المهم خواتاتي هذه الوصفه كما قلت لكم هذه الوصفه هذه كامله مكموله، فيها جميع المشاكل اللي كتكون عندك في الشعر كتحيدها لك هذه الوصفه هذه، غير هي راه شي شويه كتنشف الشعر ولكن ماشي مشكل. كتحيد لك بعدا القشره ياك، كتحيد لك القشره ما كتبقاش هي داومتي عليها، ما كتبقاش عندك القشره. الا كانت عندك الحكه والقشره في شعرك ديريها ليا يوميا كما قلت لك، ديري بخاخ وبقاي تبخي على شعرك، ومن تدخلي تدوشي شلي بها شعرك في الاخر وتبعيها، وان شاء الله غتلقاي عليها واحد النتيجه اللي هي زوينه. كتعالج ديك القشره من شعرك كتحيدها ما كتبقاش، كتعالج الفروه ديال الراس من الحك من جميع المشاكل، كتطول الشعر وكتمنع التساقط وكتقوي الشعر وكتنوض لنا الخلفه. هاد الوصفه هادي البنات كما قلت لكم راني مجرباها وزوينه بزاف، وداكشي علاش عطيتها للبنت اللي طلباتها مني وحتى البنات كلهم يستافدوا. خواتاتي راني كنجرب دابا في واحد الوصفه على رجليه، هي ماشي وصفه هي واحد البرودوي، انا ماني بقيت شاده الكاس. المهم واحد الوصفه كنجرب فيها دابا، راني دايرها في رجليا، غادي نشوف الا عطاتني نتيجه زوينه كترطب رجلين، الا عطاتني نتيجه غادي نشاركها معكم. هذه ماشي وصفه غير واحد البرودوي درتو رجليا، غادي نجربو، شريته بفلوسي وما كاين لا اشهار لا حتى شي حاجه، غادي نجربو والا عجبتني هاد الطريقه اللي كترطب الرجيلات وكتحيد ديك الجلده الميته والتشققات وكل شيء، راه غادي نبارطاجيها معكم. راني صورت الفيديو ملي كنديرها في رجليا، ما عطاتني حتى شي نتيجه، ما غاديش نحطها لكم في القناه. وحتى واحد الصباغه ديال الشعر، الصباغه ديال الشعر اللي دايره ضجه، الصباغه ديال التكاوت، حتى هي ان شاء الله هاد الايامات غادي نديرها لشعري وغادي نجربها، ولا عطاتني شي لون زوين ولا وافقت ليا شعري غادي نبارطاجيها معكم وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. فانتم خواتاتي فضلا وليس امرا، الله يجازيكم بخير والله يخليكم معزز عليكم. ما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق ديالكم الزوينه ومن البارطاج للقناه، لحقاش القناه شي شويه بدات كطيح مع ما كنحطش فيها يوميا، شي شويه بدات كطيح وان شاء الله غادي نبقى نحط لكم يوميا اي حاجه بغيتوني نشاركها معكم. مثلا ندير لكم روتين وندخل فيه وصفه، ولا ندير لكم مثلا الا كنت خارجه نصور لكم، المهم اي حاجه اي حاجه بغيتوها نشاركها معكم قولوها لي في التعاليق باش نبقى نحط لكم فيديوهات يوميا، وان شاء الله القناه تطلع. يلا خواتاتي خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وتهلاو ليا في راسكم.